مساء الخير عليكم أصدقائي. قصة اليوم قصة جن حثت ويا شخص وما قدرت أصنفها هالقصة على أنه رعبها أكثر من فائدتها. القصة بيها جانب مرعب وبيها أشياء وأسرار غامضة راح تعرفوها أول مرة من خلالي ومن خلال هذه القصة. قبل لا أبدي بأحداثها المرعبة والشيقة، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. اسمي عامر، شاب طبيعي جدا وعادي، حالي حال أي شاب ثاني. كانت حالتي المادية متوسطة، كنت غير متزوج وغير ملتزم دينيا، وكنت دائما أحضر جلسات للسامري وأحب هذا النوع من الغناء، وأي جلسة تصير أروح وأحضر به. بيوم من الأيام ما أعرف شنو اللي صار، حضرت سامري كبير جدا، بديت أشوف ناس بأشكال غريبة بداخل السامري وما كانوا من الإنس، وجتني حالة من التشنج والصراع المؤقت لحد ما صحيت. الناس قالوا لي أنت خربت الدنيا وأنت استنزلت. وطبعا بذاك الوقت ما عرفت شنو اللي صار بي، بس عرفت أنه أنا استنزلت. وأصدقائي قالوا لي جوز أنت صار عندك جن، لكن بعدها اختلفت الأحداث وقمت ما أحضر الجلسات مال السامري بكثرة، خاصة بعد ما خطبت. وبعد ما خطبت بفترة صغيرة اتزوجت، وثلاثة أشهر تقريبا من زواجي وأنا ما عندي شيء، يعني خلفة أقصد يعني، ولا مرتي صارت حامل، بس العمل مالتي نقلوه بمكان ثاني وصرت بمكان بعيد يبعد عن بيت اللي أنا ساكن بيه تقريبا من 6 إلى 8 ساعات حسب الطريق، وأمر بطرقات بعيدة جدا. ببداية الأمر كنت أروح وأرجع، لكن متعب جدا. أول 3 أيام كان الشاقات وكنت يعني أشتاق زوجتي الصراحة. المهم بعدين قمت أبات بالعمل، فيوم من الأيام طولت 21 يوم لغاية ما انطوني فلوس حساب وقالة وروح. كانت عندي سيارة وانطلقت تقريبا على الساعة 4 لحد ما دخلت بشارع تقريبا منطقة صحراوية، وهناك ما كان اكو بنزين، ويوم اللي طالعت لقيت السيارة مالتي تحتاج وقود، وبديت مركز على الشارع بيمينه ويساره بلكي اشوف محطة، لغاية ما شفت على السايد الثاني اكو انارة شوية بعيدة وصايرة بالصحراء. فرحت جدا وقلت اكيد هاي محطة. استمريت بالتقدم لغاية ما لقيت فلكة، ورجعت بهالفلكة هاي متقدم باتجاه الضوء شوية واختفى الضوء تقريبا من قدامي. اكيد يعني اكو احد يصلح بهذا المكان او محلات. الاضاءة اللي شفتها كانت اضاءة عادية يعني انوار مال مصابيح. فقررت ادخل للصحراء. المهم بديت امشي واتقدم. الكلام هذا كله صار وانا مشغل اغاني مال سامري احبها، لحد ما وصلت مكان، وهالمكان هذا كان مهجور ومتروك، عبارة عن محطة وعبارة عن محلات كذلك، لكن بهالمكان هذا اكو حياة، يعني اكو ناس جاية قبلي من القنان اللي لقيتها على الارض فاضية وبعض الاشياء الثانية، وشكل احد المحلات احد يستخدمه لان اللي قدامه كانت نظيفة، واستغربت جدا من هذا الشيء. اما بالنسبة للمحطة كانت مهجورة بالكامل، وحتى السقف مالتها طايح تقريبا على النص. السيارة مالتي كانت بالاتجاه والاضاءة مالتها مشتغلة، ما كان اكو اي احد. شوية وحسيت بقشعريرة وجاني الم ببطني مو طبيعي، فحبيت اقضي حاجتي وارجع اصعد بسيارتي. شكلي اني متوهم او يجوز لبالي صح الجن ابو فانوس بدا يعني رمش او اضاءة، واني حسبت انه اكو اضاءة بالمكان. خلص اشغل سيارتي واحفظ كرامتي وانطلق احسن لي بعد ما اقضي حاجتي مباشرة. المهم يعني الله وصانا بالستر، يعني ما يصير اقعد والخلا مفتوح قدامي، حتى اذا ماكو انس فاكو جن. فلقيت مثل غرفة كانت تقريبا واسعة، حبيت اروح بيها او بدايتها اقضي حاجتي، وهستون عتبت رجلي بيه، وكان اسمع واحد يقول لي ما يصير تقضي حاجتك هنا، ترى هذا مسجد. التفتت وراي مباشرة وتفاجئت
برجل جالس على الأرض مقابل السيارة ويطالع بيه، والمشكلة كان بشكله، يعني ما كان مبين منه شيء. لابس ثوب أبيض ومخلي قطعة من القماش فوق راسه أو غترة أو شماغ لونه أبيض وهادة، وجهه كان أسود بالكامل ويديه كذلك ظلام بظلام، يعني ما كانت مبينة ملامحه. مع العلم قاعد أمام المصابيح مال السيارة ومشتعلة علي. رجعت أتمشى على كيفي، يوم اللي طالعت بيه ما أتحرك الصراحة خفت. رجعت لنفس المكان لكن ما دخلت لي جوه، رحت وراه وقضيت حاجتي وأنا أتلفت لأن ما أعرف اللي صار بيه. وبعد ما رجعت ما لقيت أي أحد، ويوم اللي طالعت على الأرض ما لقيت آثار بعد. معقولة أنا أتوهم؟ لا، مستحيل يكون وهم، شفته بعيني بدون أي ملامح. رجل غريب جدا وحتى قشعر بدني منه والصوت سمعته عالي. رحت على السيارة، وبذاك الوقت يعني جيت أرد أشغل لأنني ما كنت مشغلها أصلا، بس الإضاءة فقط. جيت أدير عليها وكانت كأنه ما تنهض أو ما تقبل تشتغل. المهم مرة أولى مرة ثانية وآخر شيء حتى المصابيح مال السيارة طفت، وهنا دب الخوف والرعب بقلبي. سديت الباب علي وطلعت جوالي حتى اتصل بأحد يساعدني، ويوم اللي طالعت لقيت رسائل من زوجتي كاتبت لي مشتاقت لك شو وقت تجي، لكن المكان ما كان بي شبكة، وين أروح وين أخابر ما أعرف. المهم حاولت أحصل أحد لكن ما قدرت. فتحت الباب أريد أنزل وطخت رجلي بأحد ولا حيوان لأن كان بي شعر. رجعت رجلي بسرعة وسديت الباب خايف ومرعوب، فما كان عندي خيار غير أنزل من السيارة وأسمي بسم الله وأتمشي. لكن الصراحة أنا ما كنت نظيف، هستوني قاضي حاجتي. المهم فتحت الباب مال السيارة وسميت ونزلت من السيارة أتمشي وأحاول ألقى شبكة بجوالي، وكل ساعة أحس واحد يمشي من وراي الحد، وما أنا جاي أفتر ما أعرف شلون صارت عيني على المكان اللي ردت أقضي بيه حاجتي، ولقيته واقف بثوبه الأبيض لكن ما كان مبين من شيء. تخيلوا كأنه قطعة من القماش وواقفة، السواد كان مختلط بسواد المكان، أما بالنسبة للثوب واحدة أبيض، والغترة أو الشماغ اللي كان على راسه باللون الأبيض مبين كذلك. خفت من عنده وارتعبت وظليت أطالع عليه وهو كأنه صاد علي، يعني ما كنت أشوفه. بعدها تحرك، أول ما تحرك استمرت مكاني، ما قدرت أتحرك ولا قدرت أمشي، وقلبي صار يدق سريع وخايف من عنده. كنت بذاك الوقت عندي مقولة ماشي بيها، الشغل اللي تخاف من عدها ذب نفسك به، وأنا الصراحة ما أرتذب نفسي لكن إجباري صار علي، رجلي ما صارت تعيني وما قدرت أتحرك لغاية ما تقرب ووصل ليمي، وأعوذ بالله من وجهه اللي كان مخربط جدا، اللي كان أسود سواد داكن، وبعدها ما أعرف شلون شفت بياض مال عيونه، وبدأ يتكلم ويقول لي أكو واحد يقضي حاجته بمسجد، إحنا راح نعوفك هاي المرة بس مو بالهين. قام يتكلم كلام مخربط وغريب، ما قدرت أتكلم وياه نهائيا الحد ما كأنه زار التأثير مني، وقدرت أتحرك ورجعت أركض على السيارة. فتحت الباب وصعدت سديت الباب علي مال السيارة وأتلفت أحاول ألقالي محطة وأقلب، لكن كل ما أشغل يعني المسجل مالتها أو كذا ما أعرف شنو اللي يصير، والمشكلة السيارة ما أعرف إيش بيها، لما أدير المحرك مالها ما يدير، أما باقي الشغلات مسجلها الإضاءة اشتغلت، شنو اللي جاي يصير عندي ما أعرف، بس هم ذول الجن وهذا تأثيرهم، وما أعرف لحد الآن ليش يأثرون على الأشياء اللي بيها كهرباء. ممكن تكتبوا لي يا أصحاب الخبرة إذا عندكم معلومات عن هذا الشيء. وبثنا ما أنا جاي أدور على محطة فجأة واشتغلت أغاني مال سامري، طبعا أنا مشغل هاي الأغاني عادي واسمعها، لكن أنا بهذا الوضع والجن صار قدامي وشفته بعيني بعد ما شكل لي، فأنا بوضعية الخطر. حاولت أطفيه وردت ما قدرت لغاية ما انضرب السقف مال السيارة بحاجة قوية جدا،
على أثر هاي الضربة طالعت لقيت واحد واقف مقابيل الباب مال السائق يعني من جنبي، واللي صار هنا فقدت الوعي. وبعد ما صحيت وأنا ممدد بنفس المكان، لكن مو بالسيارة، بنفس المكان اللي ريدت أطب أقضي بحاجتي ومو وحدي، مجموعة واقفين أمامي وأنا كنت ممدد ويمي واقفين على الجامبين 2x2 يعني 4 أشخاص وكلهم متجهين باتجاه معين. التفت واحد من عندهم وقال لي روح توضي حتى تصلي، قال لي هذا الكلام وأنا مستغرب هو أنا جاي أحلم ولا حقيقة. قمت وهستن وردت أطلع برا من المكان، حسيت نفسي انسحبت سحبة قوية، وبعدها صحيت لقيت نفسي بالسيارة غايب عن الوعي وسمعت صوت مال الأذان، يمكن بسببه فقط يعني. الصوت مال الأذان كان عالي جدا وقريب مني وارب منطقة وخلا. فتحت الباب مال السيارة، أكيد أكو مسجد، على أقل أروح أركض وأخلص من الجن اللي موجودين بالمكان. ويوم اللي نزلت اتفاجئت بشخص كان واقف فوق المكانات اللي هي يعني حطام مال المحطة وجاي يرفع الأذان، يا دوب مبين منه أشياء. المهم جاء واحد وكان يقول لي اتوضى وتعال صلي ويانا أفضل إلك، قال هذا الكلام وهنا ارتاحت، شكلهم من الجن المسلم هو احتمال يكون إنسيين. بعدين لا مستحيل أكو هيك إنسيين، عدي مي بالسيارة بديت أتوضى وأنا خايف وارتجف. إجا رجل بصف كبير بالسن وقال لي لا تخاف من عندنا، احنا ما نذيك ابد ولا رايدين اذيتك، بالعكس رايدين لك الخير. وقال لي ما اعتقد جيتك لهذا المكان صدفة، احنا رايدين لك الخير، وكررها تقريبا 5 مرات 6. بعد ما كملت دخلت، يوم اللي دخلت شفت نفس الناس اللي شفتهم واني نايم، ناس واقفين بسراوان ومتجهين باتجاه القبلة أكيد، وبدأ واحد يصلي بينا واني واقف، والصلاة مات تقريبا طولت، صار عندي ألم ببطني مو طبيعي، ظليت واقف وقاومت لكن ما قدرت. واللي حدث هنا أنا نزلت على الأرض وكان الوجع مو طبيعي، والصوت مال القرآن أول مرة أحسه بهيج إحساس، حسيت الأحرف تدخل بداخلي وحسيت الأحرف تدخل من نداني، وشكو فتحة بجسدي صارت تدخل من عدها الأحرف وبديت الشنج لغاية ما رجعت وانا بهالمكان. اجوا 2 سحبوني ورجعوني لورا، واللي صار بعدها ما أعرف شنو، لكن يوم اللي صحيت وانا بنفس المكان ممدد وحالتي حالة، دنيا الصبح والمكان مهجور تماما وما بي أي أحد. فيوم اللي طالعت لقيت نفسي يعني مرجع أشياء غريبة جدا، والأرضية بيها تراب والأرضية أصلا مو نظيفة. طلعت أتمشى، السيارة مالتي الباب مالتها مفتوحة ووضعيتي غريبة جدا، ظليت واقف وما أعرف شنو اللي أسويه وحالتي تعبانة لحد ما شفت سيارة من بعيد جاية باتجاهي. ويوم اللي وصل طلع رجال وبعد ويا شخص ثاني وسألني وقال لي انت ايش عندك هنا؟ قلت له انا جيت على المحطة وكذا، قال لي المكان مهجور وما عندي غير محل ماتي احيانا استرزق من عنده. غريب امره، الرجل فتح المحل ماتي طبيعي وكان محل تقريبا التصليح السيارات او اشياء عامة وبسيطة، البنشار وغيره وهاي الامور، لكن لا عنده بضاعة بالمحل ولا عنده أشياء غير شغلات بسيطة، ويا بعد واحد ما تكلم ولا حرف وكان شكله غريب. المهم قال لي تعال تبعني، شكلك مصفار وتعبان. جلست وانطاني مي وشربت وكان المي بارد ثلج، فبدأ يقول لي سولف لي، سولفت له وقلت له أنا البارحة حلمان ولا حقيقة، صار وياي كذا وكذا. المهم كان يقول لي اسمع وسكت. جاوب ذاك الثاني وقال لي انت عندك مس من جن، انت كنت ممسوس من جنية بأحد الحفلات مال السامر اللي انت كنت تدخله، وهاي الجنية كانت مسيطرة عليك، والحمل مال زوجتك بسببها جاي يتأخر، عافتك وراحت وخلصت منها ومن شرها،
كانوا يتكلمون وياي لحد ما شفت ملامحهم مثل اللي تغيرت، وجسدهم ألوانه تقريبا قامت تميل للون الفاتح زيادة، وعيونهم كأنه بدت تصير على بياض. صرت أصرخ بصوت عالي وركضت باتجاه السيارة، شغلت سيارتي وأنا أطالع عليهم وهم واقفين يطالعون بي. ما أعرف شلون يعني اشتغلت السيارة ولا أصلا هي كانت تشتغل، ما أدري. أنا بالليل ما اشتغلت عندي. المهم انطلقت بأقصى سرعتي مغادر الصحراء وطالع بالمرايات كأنه المكان شبه اختفى أو أنا صرت ما أشوفه. المهم ما أنا مستمر رقود وماكو حاجة حافظها ما قلتها من القرآن، حتى شغلات قديمة بديت أتذكرها كأنه عقلي انفتح أوسع. المهم مسكت الخط وبديت أمشي لحد ما انتبهت خلاص السيارة شرفت أنه تطفى، وبعد ما طفت وقف لي واحد بسيارة والحمد لله والشكر ساعدني وانطاني بنزين، ووصلت محطة ودرت بنزين بالسيارة وانطلقت رحلة الأهلي. قررت ما أسولف، لكن زوجتي لازم أشاركها، ويوم اللي شاركتها قالت لي تدري البارحة اجتي مرة وتقريبا نص الكلام اللي صاير وياك شفته بالمنام لكن ما ذكرته لما قعدت، وانت جيت ببالي واتصلت عليك وكان تلفونك مغلق. فعلا انا الشحن مال تلفوني خلص. المهم قلت لها انا صار بي كذا وكذا وما اعرف شنو، فحبيت اتأكد يعني بس شلون، لازم اروح على شخص. وفعلا رحت على شخص وسولفت له، قال يجوز رب العالمين راد لك الخير والصلاح وخلى بدربك الجن المسلم، هيك اشياء مثل الرؤية الموزينة لا تتكلم بيها، يعني هيك اشياء صارت بينك وبينهم لا تتكلم افضل لك، اذا ساعدوك وانت شعرت براحة. وفعلا اني كنت خايف يعني بس اشعر براحة، خاصة يوم اللي بديت اتذكر وحسيت عقلي صار اوسع. المهم ماكو اسبوع وكان زوجتي تصير حامل، يمكن كلامهم صدق، صار عندي ايمان قوي بهالموضوع هذا. عدى 5 شهور وبعدها زوجتي بفترة ما اعرف شنو اشهر ثانية جابت ولد وسميته عبد الرحمن، وهذا الاسم اجاني بالمنام من شخص من دون اي ملامح، يمكن نفسه ولا مو نفسه ما ادري. اجاني وقال لي يجيك ولد سميه عبد الرحمن اذا اجاك ولد، هذا اللي قال لي اياه وراح. وفعلا انا سميته عبد الرحمن، وبعدها عبد الرحمن يمكن عمره 2 3 شهور رحت ويا اصدقاء لي وانجبرت ادخل بسامري ضخم جدا بي ناس كثيرين واغاني مو طبيعيه. المهم قلت انا قابلش عندي، واذا اجيت ما اعرف شنو اللي كان مخوفني من السامري. والجلسه بدت تقريبا من الساعه يعني 9:30 بدايه الليل وما انتهت لحد 3، لكن هذا الوقت كله وانا حالتي حاله استنزلت من اول نص ساعه، قمت اشوف كائنات واشكال غريبه، وصرت اشوف حرمه تدخل بين الزلم وتجي عليه، يا اما تحتضني وترفعني لي فوق يا اما ما اعرف شو اسوي لي، لحد ما استنزلت استنزال تام. كل الناس اللي كانوا والبشر كنت اشوفهم طبيعي واشوف وياهم ناس غرباء، لكن البشر لما يحجون وياي كنت كانه اذاني مسدوده، حتى اصحابي كانوا يكلموني، وش كم مره انصرعت وسقطت على الارض ويطلعوني وارجع مره ثانيه، حتى أصدقائي عافوني ومشوا وأنا ظليت بهالمكان ما أدري الغاية تقريبا الساعة 3 3:30 ذبوا علي مي وصحيت. أنا يعني متمدد، الوضعية وضعية بين ناس مستنزلين ونايمين، ناس ماخذ سياراتها وماشية، وإحنا بينا تقريبا بال 12 إلى 13 شخص باقين بالمكان. والوضعية باختصار بالمكان اللي بعده متمدد، اللي جاي يلملى بغرض، اللي واقف، اللي مشغل سيارته ويريد يطلع، وانا قمت وجسمي متكسر، صعدت بسيارتي وفرتها، ما طالعت لا بتليفون لا بشي، الوقت متأخر خلاص يعني شرفنا بعد 2 ساعة تقريبا ويطلع النهار. فرت سيارتي ومشيت شوية، طبعا المكان اللي كانوا مسوين بيه السامري كان مكان شبه خلا، لكن يم قرية قريبة، كان اسمع صوت بالسيارة اللي ورا كأنه يضرب بيها ويتحرك، الصراحة ازعجني ونزلت فتحت الدبة اللي ورا او الشنطة مال السيارة ما لقيت شي، سديتها رجعت بالسيارة صعدت هستمرد اشغل، انفتحت الباب وصعدت حرمة مغطية وجهها
أقول لها أنت منو إيش رايدة؟ كانت تقول لي كلمة واحدة، قالت للقرية وصلني. ما أعرف شو أقول لها، انزلي ولا. المهم قلت هي على طريقي، مشيت ماكو تقريبا 10 أمتار كانت تقول لي ما راح أعوفك، وأنا سامحتك على اللي سويته، بس ما يخالف ما عليه، رجعت وياك مرة ثانية وراح ترجع وياي مثل قبل، إيش رأيك؟ وكان تكشف عن وجهها. يوم اللي كشفت عن وجهها الجسم كان جسم مال وحدة يعني بعدها شاب، أما الوجه كان عجوز وخشمها غريب جدا، وعيونها كانت واسعة وشكلها كريه مو طبيعي. طبعا ما أعرف شو أسوي، أني ظليت أدعس لحد ما وصلت للمكان اللي هي قالت لي نزلني، ونزلت من عندي وفرحت جدا يوم اللي راحت، وما كنت تعرف هالمرة هاي هي الجنية اللي كانت يعني متلبسة بجسدي، وهي اللي كانت تجبرني أدخل بهيج أماكن، واحتمال رجعت علي بعد ما رجعت، لأن الجن لما يريد ينتقم منك يظل حوالين المكان اللي أنت بيه، يحاول يلقف الثغرة عليك، يعني ساعد غضب، غلط، كفر، شرك، يعني هيك أشياء، يحاول ينتهز الفرصة حتى يرجع عليك. وأنا سويت خطأ يوم اللي دخلت السامري وبديت استنزل والشاقة ويا الاصدقاء ونسيت الموضوع. المهم رجعت للبيت، زوجتي تعاركت وياي اول ما دخلت، اول مرة بحياتها ترفع صوتها، ما تعلمت عليه، قالت لي انت شلون تعوفني وانت تبات برا وجوالك الف مرة قايلت لك ما ادري شنو من هاي السوالف مال الزوجات اللي هواي ناس حافظيها. فقلت لها اعصابك وهدي، على صوتها ازيد، صوت منها صوت مني ضربتها، زعلت ودخلت للغرفة وقالت أنا ما راح أروح لأهلي، لكن ما خليك بعد تجيمي وتتقرب على الشيء اللي سويته، يا بنت الحلال أراضيها وماكو فائدة. والدتي كانت بالبيت حاجتها أسبوع كامل، هي بجهة وأنا بجهة. المهم تقريبا ورا أسبوع بيومين أنا نايم ما حسيت غير إجتي ودخلت يمي بالفراش، أنا طبعا نايم مكان ثاني وهي نايمة بالغرفة، طبيعي الوضع وماشي الأمور. المهم يوم اللي نامت يعني يمي، فأكيد زوجتي وراح احتضنها، احتضنتها اشتميت بيها ريحة مو طيبة، استحيت أقول لها أنه بيش ريحة مو طيبة ما تعودت عليها سابقا، بس يلا ما يخالف، يجوز شغل بيت يجوز كذا، فخلاص أنا أصلا مشتاق لها. ذاك الوقت يعني صار بيني وبينها شيء، لكن استغربت أنه الجسد بيه بعض الأشياء والخشونة، يعني يمكن مو هي. فقمت من مكاني سويت نفسي طبيعي، ما جاوبتني ولا تكلمت غير أشياء بسيطة، رحت وشعلت الضوء ويا ريت ما شعلته، نفس العجوز جالسة وكانت ملابسة حاجة بجسم يخرع بشكل غريب جدا ومرعب ومقزز بعد، من شدة المنظر اللي قدامي هغمى عليه وسقطت على الأرض خلاص يعني. المهم ما صحيت غير الصبح، وأول ما صحيت ذاك الوقت يعني زوجتي جدتي طالعت بيه وراحت بشكلها الغريب، يعني ما أعرف ليش، والدتي كذلك جدتي ورجعت أسألهم ما يجاوبوني، أخذت لي يومين وأنا دايخ وحالتي حالة، ورحت على رجل وسولفت له قلت له تراني عندي كذا وكذا، حاط إيده يعني على راسي قرأ علي قال لي ما بيك شي، وبعدها حرت وأنا أروح للناس وأحاول ألقى شخص يساعدني وادعي رب العالمين واصلي واغلط بصلاتي عدة مرات وعيده، ماكو اي فائدة. ما اعرف شلون اجاني منام يقول لي تتذكر الموقف، بس تتذكر الموقف، واول ما قعدت تذكرت الموقف اللي صار لي، قلت انا ليش ما ارجع لنفس المكان. رجعت لنفس المكان تقريبا على الساعة 2 الظهر وصلته، رايح وراد هو هنانة ولا مو هنا، دخلت بالصحراء دورت، وقفت سيارات على الشارع سألت قالوا ما نعرف، حرت بذاك الوقت، حتى اللي اوقفه كان يسألني ويقول لي انت ليش تسأل على مكان مهجور، شكلك من دون المغامرين، اقول له اي انا من المغامرين. المهم ظليت افتار لحد تقريبا المغرب او ورا صلاة المغرب، ما حسيت غير اي شيء، ما اعرف لا هو لامه لا هو بعير يطالع بي ويناظرني، ظليت اناظر بي ويمشي وانا ظل طالعه ويرجع بنفس المكان يوقف ويهز براسه، يعني كانه شلون واحد جاي ينادي له واحد لكن حيوان.
صعدت بالسيارة مالتي ودخلت، ويوم اللي مشيت ورا قام يفتح بسرعته أكثر، وصرت أمشي وأمشي وأتبعه لحد ما السيارة طفت. وبعد ما طفت السيارة اجوا علي أشخاص اثنين يتمشون من بعيد، حسبتهم رعاة للغنم، كانوا طبيعيين سمران البشرة مرتبين نظيفين. طالعوا بي وقالوا باختصار: احنا ساعدناك بالمرة السابقة، انت شلون ترجع مرة ثانية؟ وصاروا يتكلمون وياي. بعدها اجا واحد وصافحني، بعد ما صافحني فقدت الوعي، اللي صار شنو ما اذكر، لكن صحيت واني بالسيارة مالتي، وقمت ما اتذكر هو انا نزلت ولا ما نزلت، لكن بالصحراء بعدني واتذكر الموقف كله. المهم فريت السيارة ومشيت، ويمكن انا بعدني عندي مس. يوم اللي رجعت للبيت شفت زوجتي طالع بي وتضحك، وجت علي ورادتني قالت صار فترة واحنا لازم نتراضى، اتغيرت الحالة، شكلها الجنية عافتني وراحت. فقلت لها اكيد عافتني. قالت لي منو؟ قلت لها هيك، وسولفت لها عن الموقف. كانت تقول هاي العجوز يومية اشوفها واقفة بالباب مال الغرفة، ولما نرد اتكلم عن الموضوع كأنه اختنق وارتعب وخاف. ووالدتي كذلك تقول شفتها مرتين ثلاثة تتمشى، واتبعها امشي على كيفي القاها طبت يمك بالغرفة، ولما نجر اقول لك اخاف من شنو ما ادري. وذاك الموقف ترك يعني بصمة ببيتنا مو طبيعية لحد هاي اللحظة وانا اتذكر. وبعد هالموقف هذا الحمد لله والشكر تيسرت اموري وابتعدت عن الاغاني تماما، لا سامري ولا غير السامري. اذا امسك خط اشغل قرآن، اذا اطلع المكان اشغل قرآن، شغلات ثانية بسيطة، لكن اغاني ابتعدت عنها. كنت خايف من هالموقف هذا وخاف ترجع لي مرة ثانية. تخيلوا حتى اعراس لما ادخل يعني كنت اسلم واطلع، ما اظل باي عرس بي اغاني نهائيا. وهاي القصة فرقت وياي هواي، وخاصة الشخص اللي ظهر الي بالبداية وقال لي هذا المكان مسجد، فقمت أخاف حتى أقضي حاجتي بأماكن خالية، إذا ما أقرأ قرآن وأسمي ما أقعد مباشرة، لأن هيج أماكن خلا، والأماكن الخلا والصحراوية معروفة مسكونة بجن، والخبث والخبائث موجودين بكل مكان، مو بس بالحمامات. يعني يوم اللي تنزل بمكان تريد تقضي حاجتك، حاول أنه تقرأ آيات من القرآن وتقول دعاء التحصين قبل ما تسوي أي حاجة. والقصة لهنا وتنتهي. يا رب تنال إعجابكم، ولا تنسون الدعم باللايك والشير للفيديو. ترى القناة انظلمت هواي من زمان وانتو وياي وتتابعوني وتعرفون. أريد شك واحد قديم عندي بداية القناة يذكرني، وأريد من عندكم اللي لحقوا على 200 فيديو اللي حذفتهم، إذا أنت من عندهم فأنت بطل لحد هاي اللحظة. وأريدك تكتب لي يعني أداء فرق من قبل الهسة، ومشكورين على المتابعة الكاملة، وانتظرونا غدا بقصة جديدة إن شاء الله.